السلام بنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير يا ربي ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. شنو غادي نقول لكم اليوم؟ بغيتكم تدوزوا معايا هذا النهار. هذا انا يلا فقت، يلا لبس حويجي، غادي نقاد شعري ونقاد وجهي وغادي نخرج نمشيو نتقداو. اليوم بغينا نمشيو نتقداو حيت غادي نمشيو غدا عند واحد عمتي، وقلت انا ودوسي غنديو الغدا عندها ونمشيو صافي. المهم حنا غادي دابا نتقداو وغادي نجيو. دوستي غادي دير الدجاج وصفه. المهم نتوما دوزو معايا هاد النهار هذا. اول حاجه بغيت نشارك معكم واحد جوج مشتريات خديتهم من موقع ديال شي اين زوين او شين، كل واحد كل دوله واش باش كتنطقوا. المهم غنخلي لكم الرابط ديال الموقع في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى الروابط ديال المشتريات اللي خديت. اول حاجه خديته هو هاد المونطو، الصراحه كان كان بان ليا في التصويره في شكل، ولكن ما عرفتش البنات واش هو اصلا كيتلبس هنا ولا لا. نوريكم كيفاش داير، ما عرفتوش واش هو كيتلبس حتى لهنا. كان حيت انا خديت المات ديالي، خديت الاس، كيجي على هذا الشكل هذا هكا، وكيتشد بهذا السير. يا بنتي هذا هو السير ديالو، كيجي مع بحال هكا وكيتشد من تحت. شو تاني نواصل، واصل حتى هنايا. يعني عجبني ديال الصيف البنات، ماشي ديال ماشي ديال البن. الثوب ديالو الاستيك الاستيك، هي هاد القضيه اللي هنايا اللي ما عرفتش واش كيتلبسوا حتى هنا ولا ما كيتلبسوش حتى هنا، حيت انا التصويره اللي شفتو ما لابسه حتى شي مانكي. وعجبني الستايل ديالو، عمري ما لبست بحال هادو، زوين بزاف وعندو هكا السير. دابا نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم الكود ديال التخفيضات الا خديتيه ودرتي هاد الكود اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، غادي نقصوا لكم من الثمن، غادي يعطيوكم واحد غيخفضوا لكم شويه من الثمن، ما غاديش يعطيوكم نفس الثمن ديالو. مهم، وغنوريكم اشنو خديت اخر. وخديت البنات هاد الصاك هذا، زوين الجلد ديالو زوين بزاف. غير واحد الملاحظه، انا في في في, في الصيت كان بان ليا بحال كبير شويه، ولكن راه ما كبيرش البنات. ها نتوما شتي كاين في الالوان، الجلد ديالو زوين 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 بزاف. يعني ماشي واحد الجلد لي رهيف ولا شي حاجه، الجلد ديالو زوين. هما ثلاثه بثمن واحد، كيعطوك معاه هذا يعني هذا تطول لي السمطه، وكيجي على هذا الشكل هذا كيتلبس هكا، وكيعطيو معاه بسطام بزيطين صغيور تخشي فيه بورطابل هكا ولا شي حاجه. زوين حتى هو، تخشي فيه التليفون هذا. وهذا هذا اللي عجبني فيه من الداخل، يعني غير هكا داير، يعني ما فيش هذيك الحاجز هنايا، زوين وكيتلبس مع كلشي الماغون. كيف قلت لكم هذا فيه الالوان بزاف بزاف. غادي نخلي لكم حتى هو الرابط ديالو في صندوق الوصف، تمشيو تشوفوا الثمن ديالو. وإلا عجبكم حتى هو كتقيدوا هذاك الكود ديال برومو اللي غادي نعطيكم، حتى هو غنخلي لكم كيف قلت لكم في صندوق الوصف. هذا الموقع هذا اول مره كنتقدى منه، ما عمري ما تقديت منه الصراحه، غير شفت بزاف البنات خذوا منه حويجات، وقلت انا غادي نبدا ناخذ منه. كيف قلت لكم كل دوله باش اشنو كتقول لي. هاد سميتو هو موقع شي اين ولا شي ان شي ان، هذا هو النطق ديالو، ما عرفتش واش نطقته مزيان ولا لا. المهم راه موقع زوين زوين بزاف. بون دابا انا غادي انا لبست حويجاتي، دابا غادي نقاد غير وجهي، مشط شعري، ونمشيو نخرجو نتقداو ان شاء الله. يلا تنعدو نتلاقاو البنات. انا لبست وجهي، ما درت والو، درت غير العكر وقاديت غير حجباني ودرت الريسين ماسكارا. دابا غادي نخرجو نمشيو نتقداو ان شاء الله. اول حاجه غادي نمشي عند تركي باش ناخدو الدجاج، ومن بعد غندوز ليدل، وعاد غادي نجيو هنايا للدار ان شاء الله. هادي فين غنمشي هاد الصباح.
صافي دابا البنات خرجت من ليدل وغادا داخله لكرايدفوت ناخذ منها شي حاجه خاصاني هذاك اللي كنحيد به هنايا هو اللي خاصني ناخذو منه. كنحيد المستعجل من فوق الشفاه ديالي هو هذا دابا داروا ليه لومبالاج جديده بنات خديتها عرفتي شحال وانا كنقلب عليها دابا داروا ليها داروا ليها لومبالا جديد وداكشي اش ما بانش ليا مزيان ودار معها حتى هذه جديده يعني انا كناخذ معها وحده رقيقه كنديرها فوق الشفاه ديالي دابا خرجوا هذه جديده زوينه البنات اللي كيبغيو يحيدوا المستاج وما تيبغوش يزرق ليهم من فوق وهذه راه زوينه عرفتي من نهار جيت وانا كنستعملها هذه دابا 5 سنين وانا كنستعمل هاد لا مارك ما نعاوش لكم تديريها وكتخليها غير هذه دابا دار تتخلى 5 ديال الدقائق ومن بعد كتمسحي انا كنمسح غير بالقطن كنمسح بالقطن فازق ومبقى نمسح بالقطن فازق وكندوز وكيبان لكم كيك الزغاب البنات كيطيح يعني زوينه كنصحكم بها ما غاليهش يعني دايره 6 اورو صافي ملي كناخذها من كرايدفوت انا يلاه جيت من ليدل البنات دست على التركي خديت من عنده البيض حتى سنة ليا ومشيت عدوستي للأبرتين خدات هاد اللوز هذا اللي ما مالحش بغيت ديرو في السفة كيفاش خديناه خديت لهذا البنتي ما فيش وقيلة الحلاوة خديته ليها وهذا خديته لينا حنايا في الطرفه ديال هذا صراحه مع عمري ما دقته يلا اول مره جبتهم هادو بجوج ندوقوهم جبت المكسرات انا ما كيخطاونيش من الدار كنجيبهم بزاف جبت الدقيق الكامل وليت كنعجن بزاف الدقيق الكامل الا وكنجيب الدقيق الابيض كنحطو ريزيرف ربما شي نهار يسال عليا هذا عاد كنعجن به حيت الدقيق الكامل هو اللي زوين تعجني به الخبز الدقيق الاخر راه كيدير القبض راه بزاف دابا الناس ولاو كيعجنوها بالدقيق الاسمر او الدقيق الكامل خديت هاد السبينازي اللي في الفريغو حيت الاخرى ما بانتش ليا اللي هي طريه كتعجبني انا طريه ولكن حيت ما بانش ليا جبت هذه ديال مجمده خديت الباذنجان خديت القرعه الخضراء كيكونوا خاصين في ليدل هاد الباذنجان والقرعه خديت مطيش يعني اللي خديت جديد من بعد وغادي نوريه لكم من عند التركي لان هادشي التقاليه ديال ديما راه مشابه بالنسبه للبنات اللي كانوا شافوا الفيديو ديال نهار دوزت عيد الاضحى شافوا بنت عمتي دارت الكنافه وبقاو كيجيوني بزاف البنات شنو هي الكنافه كنافه واحد الشعريه يمكن ديال تواركه انا دابا قالوا لك ديري لينا الوصفه ديالها الوصفه ديالها سهله بزاف انا جبت دابا الكنافه باش شي مره غادي نديرها لكم اللي بغات تاخذ كنافه راه كتكون عند التواركه كيكونوا حاطينها في الثلاجه انا معمرني ما درتها ولكن راها سهله بزاف غادي نجربها هي كدار بالاشكال كدار بالكريم باتيسيير كدار بالبيستاج انا نديرها لكم ان شاء الله بالكريم باتيسيير كتجي غزاله البنات ما تشبعوش منها انا دابا خديتها باش نديرها لكم بزاف البنات كيجوني في التعليق سناء ديري لينا الكنافه سناء ديري لينا الكنافه انا دابا جبتها باش نديرها لينا السفه باش عمتي غدير السفه خدينا 2 ونص وخديت الحامض باش نديروه مع الدجاج
البنات عدوستي غادي تلقمو باش غادي نطيبو. هنا كدير لي العطريه باش ترقدو فيها. البنات صافي كنكون غادي نسد معكم اليوم. يلا رديت غير مكرونيه طيب، ما بغيتش نوريكم التفاصيل ديال المقادير قادر بزاف، نتوما راه عارفين القوام ديال المكرونيه كيفاش كيطيبوا. بغيت قبل ما نسد معكم لا فيديو بغيت نوريكم واحد ثلاثه المنتوجات اللي شريتها من ويش، اللي هو هذا الجلوز، هذا الجلوز، هذا النمرة ديالو اللي بغات تشريه. لا شي نحلو، هادي هي النمرة ديالو. بالنسبة كيف قلت لكم هاد الموقع ديال ويش كناخدو، كان غير تيليشارجيا اب في الايباد وكناخد منه، ما عنديش ما كنحلش السيت ديالهم في جوجل ولا شي حاجة، باش نخلي لكم الروابط ديالهم. هاد الكولور هذا زوين بزاف، انجربو قدامكم باش تشوفوه. مات، انا تعجبوني العكوره اللي هما مات، غنوريكم كيفاش داير مع الاضاءه مجهده. هو البنات بحال اورانج، بحال بوردو اللي هو بارد، زوين بزاف. شوف زوين عجبني. وهذا موف ما مغلوق ما بارد، يمكن فايته وريتو لكم، حتى هو توصلت بما دجدال. وكونسيلر باقي ما جربتوش، هذا كونسيلر فيل كوفر، ها هي النمره ديالو FC03. صافي هادو هما المنتوجات اللي جديده اللي توصلت بها مؤخرا من ويش، ما خديتهمش غاليين غير رخاص الصراحه. اما البنات كان هذا هو نهاري كيفاش دوزتو. هادو سي باقي كطيب في الصف دابا الدجاج، غدا غادي نمشيو ان شاء الله عند عمتي، غدا غادي نصور لكم الاجواء كيفاش غادي ندوزوها تما ان شاء الله. الا كانت استطاعه غادي نصور لكم كل شيء تمايا. شنو بغيت نقول لكم، المهم غتلقاو كل شيء، دوك المنتوجات اللي وريتكم صباح المونطوسه كنخلي لكم في لابار دانفو، غادي تلقاوهم تما، وداك الكود غادي ديروا غادي ينقصوا لكم شويه من الثمن. كنتمناكم شويه تقدموا منا داك السايت ديال شي ان، حيت زوين بزاف وفيه كيف كتعرفوا البنات انا كناخذ شي حاجه اللي كتكون الثمن ديالها مناسب لاي وحده وتقدر توصل بيه تاخذوا، راه زعما في متناول الجميع بالنسبه للنساء اللي ما خداماتش وباغين يلبسوا حوايجات اللي هما زوينين ورخاصين. هذوك راه هذاك الموقع كيبيع داكشي رخيص بزاف بزاف، الملابس ديال النساء زوين بزاف.
وشنو بغيت نقول لكم؟ البنات اللي قالوا لي سناء عاودي شوفي في الكاميرا وهضري. البنات ما عرفتش علاش كنساو ما تنشوفش فيها، كنبقى مقابله هاد الاتجاه هذا، مي كنشوف في الكاميرا، ولكن كنظن مي كنشوف في الكاميرا عينياتي حوالو، ما عرفتش خصني نهضر دابا في الكاميرا ونشوف. المهم كنشكركم كاملين 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 على التعليقات الزوينه ديالكم، على البنات اللي كاملين عطوني الوصفه ديال السمن، كنشكركم بزاف. راه بغيت نقول لكم بان عمتي دكاليه راه كتقنو مزيان، وماما شرقاويه كتقنو مزيان، وانا ما بغيت نسول حتى شي واحد، قلت هاد شويه الزبده اللي بقات عندي غادي نحيدها ونشوف نجرب، وفي كيما بغى يجي يجي صافي. جربته، ولكن البنات كاملين قالوا لي غسليه بالزعتر. ما غسلتهاش بالزعتر، غسلتها غير بالماء الصراحه. واليوم مشيت ضفت عليها الملحه من الفوق، درته فوق فوق سميتو فوق السمن، ملحه خديت الملحه ديال البحر من ليدل وحطيتها فوق السمن، وماما راه جايبه ليا معاها السمن ان شاء الله من المغرب، وغادي نخلطو هو وياه. المهم البنات كنقول لكم اللي بغات تشوف غدا كيفاش غادي ندوزو عند عمتي ان شاء الله في غوستغ، تكتبوا لي في التعليق ونخليكم تدوزوا معايا النهايه ديال غدا وتشوفوا الاجواء كيفاش كدوز. ولعجبكم فيديو ما تنسونيش من نجم واشتراك في القناه، خليتكم تدوزوا معايا هذا السبت هذا، ما داخلش في اليوميات هذا فلوغ بوحدو. يلا البنات خليت لكم راحه البال، كنحماق عليكم بزاف.